امتدادا للانجازات التي يحققها ابناء مملكه البحرين في المسابقات القرانيه الدوليه استقبلت اداره الشؤون الاسلاميه بوزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف وبحضور سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم والدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل اداره الشؤون الاسلاميه. استقبلت المتسابق عبد الله جناحي الفائز بالمركز الاول عالميا في فرع حفظ 15 جزءا في مسابقه الملك عبد العزيز الدوليه لحفظ القران الكريم والمتسابق علي يوسف الفائز بالمركز الرابع في فرع حفظ القران الكريم كاملا. وقد شارك بمسابقه الملك عبد العزيز الدوليه. نحو سبعين دولة من الدول العربية والإسلامية والأقليات المسلمة وتحظى هذه المسابقة السنوية الدولية باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في إطار اهتمامه المتواصل بحفظة كتاب الله تعالى شرفت اليوم أن أكون في استقبال الطالب عبد الله جناحي والطالب علي يوسف لكي أهنئهم باسم قيادة بلدنا العزيز يحفظ الله ويرعاها وباسم أيضا أهل البحرين جميعا على هذا الجهد وهذا الإنجاز الكريم ولا شك أن ما يبذل من قبل الجميع في رعاية كتاب الله سبحانه وتعالى أمر معهود في مملكة البحرين وهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه في المملكة العربية السعودية الشقيقة اسال الله تعالى ان يكون في موازين الجميع ونحن في وزاره التربيه والتعليم نولي كتاب الله سبحانه وتعالى كل الاهتمام والرعايه سواء من خلال المعهد الديني او المعهد الجعفري او باقي المراحل التعليميه وباقي المدارس. هذه الانجازات التي تتحقق لا يمكن ان تتحقق الا بفضل من الله تبارك وتعالى وايضا المسانده والدعم والاهتمام الكبير. من قبل القياده الحكيمه لحفظه القران الكريم ولابناء هذا الوطن الغالي على مستوى القران الكريم ويعدون بالمئات والالاف من البنين والبنات. ايضا هنا نشير الى التعاون المشترك فيما بين وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف ووزاره التربيه حيث ان اغلب هؤلاء المتسابقين هم من ابناء مملكه البحرين من الطلبه والطالبات المنتسبين الى وزاره التربيه والتعليم وهناك حقيقه هناك تميز في التنسيق فيما بين الوزارتين للارتقاء من الجانب التعليمي والتربوي وأيضا من الجانب القرآني بحيث يتخرج أبناء مملكة البحرين بفكر وسطي تسامحي معتدل ويمثلون مملكة البحرين بهذا النموذج البحريني الراقي الحضاري فزت الحمد لله في مسابقة الملك عبد العزيز الدولي لحفظ القرآن الكريم في الفرع الثالث وأقدم الشكر لجلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه وللقيادة الرشيدة وقدم الشكر أيضا لوالديني اللي شجعوني يعني على حفظ القرآن الكريم ولمشايخي كلهم اللي كان لهم دور في حفظ القرآن ولمملكة البحرين كلها والله يعني هي أول مشاركة لي في مسابقة الملك عبد العزيز وحصلت فيها الحمد لله على المركز الرابع من بين سبعين دولة وهذه ثاني مشاركة دولية لي. رحت قبل مسابقة ماليزيا وحصلت المركز الخامس أشكر يعني أولا جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على رعايته لكتاب الله عز وجل وحفاظه وكذلك أشكر الوزراء على رأسهم الدكتور ماجد بن علي النعيمي على حرصه يعني مساعدته للحفاظ وتطوير نظام الحلقات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية